خلونا نشوف الرئيس قال إيه وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الاحداث الدولية تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا لليوم وما كان من الثوابت في الماضي اضحى في الحاضر امرا قابلا للتغيير ولا سبيل امامنا لمجابهه كل هذه الامور الا بوحدتنا وتماسكنا الوطني فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنيه التي لا تتدخل في شؤون الاخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين